اوكي، معكم راني احمد في درس عن كيفية تنصيب نظام فري بي اس دي على جهازكم. نحن هون رح نستخدم في ام وير. بالنسبة لفي ام وير، بس على اساس انه اللي حابب يجرب بالسيتنجز عندنا، لازم تبلش من يكون تفوت على الاوبشنز، بس ما تخلق الفي ام وير تاعتك، الجهاز الوهمي. اوكي، بننقي اذر ومننقي عنا هون فري بي اس دي. الفيرجن الاصدارة بتكون نوعها فري بي اس دي. اوكي، هلا شغلة تاني، شو هيدي بنعملها بس عشان اذا الشكل من قصص 64 بت. اوكي، وعلى اي حال هي اذا بتحطها 64 بت وما عندكش اي مشكل، هي اسرع لك واحسن لك. طيب هلا كيف نحصل على فري بي اس دي؟ افتح الانترنت. اوكي، بنكتب freebsd.org. اوكي، نفتح على get freebsd now. بننقي نوع CPU. انا اللي عندي اياها هي 8.0. هلا اللي اخر وحده 8.1. انا عندي AMD64 ممكن شغله، وممكن نشغل، وفي عندنا كمان الاي 386 اللي هي 32 بت. اوكي، فمنروح من ايزو، بفوت هو على الاف تي بي سيرفر. اوكي، في عندنا الدي في دي جاي مضغوط الايزو ايمج، اللي هي فيك تشوف بالمنتدى كيف ممكن تحولها لملفات. هي صورة، ما يعني صورة سي دي بحاله على ملف واحد، كيف فيك تحولها لملفات، تحرقها وتحولها لسي دي. اوكي، زائد كمان عنا اللي منه قادر ينزل دي في دي 2 جيجا، في ينزل سي دي. اوكي، 600 ميجا، 650 ميج. طيب، وبعدين باقي السي ديات هي اللي بده اياها مصغر وقادر ينزل على الانترنت ساعة ما يحب وكيف ما يحب. اوكي، طيب، واهم شيء تتأكد من الام دي 5 صم. اوكي، هو اللي مذكور هون، هذا الرقم المذكور هون. اوكي، كل ملف قديش الام دي 5 تبعه، بنجيبه بالامر التالي ام دي 5 صم. اوكي، واسم الفايل. اوكي، وبيعطيني الرقم، بنقارن الرقمين ببعض، اذا كانوا نفس الشيء فاذا هو هذا الملف نازل صح. اوكي، كيف بنزله بهالسرعه؟ بنجيب اي برنامج مدير تحميل مثل فلاش جات على الويندوز، او مثلا على لينكس فيك تستخدم دي 4 اكس. اوكي، وفي كتير غيره، في اضافات نزل على فايرفوكس. اوكي، مثل داون اود. اوكي، هلا بنروح على الفي ام وير، بنشغل الماشين. انا عندي منزلها الايمج، اللي بدي اجرب على الفي ام وير ما ضروري غير بس يدل على الملف اللي نزله من الانترنت. اوكي، بالسي دي مطرح المشاور هون انا، وبعدين عندي بنقلع الجهاز، بنخليه يفوت على السي دي روم. هلا مكبس انتر بخليه يقلع. انتظر هون ليطلع الكيرنل اشياءه. واقف على الاس بي اي، هي لها علاقه بالتحكم بطاقه الكمبيوتر من كهرباء. بلش ياخذ القطع الموجوده على الجهاز. هلا من هون بنقي اول شيء الدولة اللي انا ساكن فيها، فاذا بروح بطلع
عند لبنان. وبنقي الكيبورد USA ISO. اوكي يعني بدك تجرب باقي الكيبوردات حسب ما انت يناسبك. اوكي وياريت تشوفوا الخرائط او صور الاشكال الكيبوردات. وبعدين نكبس انتر. بعدين ننساش احنا هون لما بدي احرك انا الزرار كيف ما انا بضوي على الاشياء فيني اعمل يمين وشمال وفيني اعمل تحت وفوق ليتحرك الاشارة. هلا هون نكبس ستاندرد اي قياسي. اوكي بكبس لانتر. هلا هو راح يفوتني على بروجرام الاف ديسك تبع البارتيشن. اوكي بنفس الطريقة اللي معودين عليها ايام الدوس. اوكي فبنكبس انتر. هلا انا راح محي هدلاك الموجودين من الاول عشان بلشوا من الصفر. اوكي فاذا لما بدي محي بكبس حرف الدي. هلا هون راح يعمل لي شيء بنسميه سلايس. سلايس هي عبارة عن قسمة من اولها لاخرها هيدي بس فري بي اس دي. اوكي وبعدين انا بعبيها بقسم هالشقفة. اوكي هالقسمة هاي قد ما بدي انا للفري بي اس دي. فهو هيك بتصرف بيحجز لنفسه كل شيء وبعدين بنحكي شو بدنا نساوي في هالشقفة. بعدين بنقول له create slice بالC يعني اصنع سلايس. اوكي رح ناخذ كل القرص. اوكي بعدين 165 هو الديسك كله. او اذا كان في بدك بتعمل A بيعمل create use entire disk بياخذ كل الديسك. اوكي بنروح من شاور مرتين بننزل لتحت على اللي رقمها 63 الشاشة. وبعدين اللي هي المكتوب عليها فري بي اس دي بالديسكريبشن بالوصف. وبعدين بنكمل نكبس كيو هيك بكون نزلنا سلايس. وبعدين بقول له بدي انا استخدم مثلا شو البوت مانجر شو مدير الاقلاع. فانا بنزل على بوت مانجر. اوكي وبعدين هيك بصير يطلع لي وحدة على السكرين انه اب شو اسمه انه شيء قريب للجراب بس مش جراب. اوكي يعني بتطلع لك شغلة بتسألك شو بدك تنقل تبلش تشتغل فيه. وبعدين هون عم بقول لك انت هلأ بحاجة تخلق اقسام للبي اس دي. اوكي عشان تقدر تعبي فيها لأن اتفقنا أول شيء بنعمل قسمة كاملة وبعدين هيدي بنرد بنقسمها. فبنعمل اوكي. هلا مطرح ما معلم عليه هون هو الديسك كله الشقفة اللي اخذناها مكتوب عليها ايد. انا عندي AD0S1. اوكي يعني اول ديسك يعني اللي هو ATA ديسك 0 0 اول واحد S1 الشقفة الاولى. اوكي AD معناه ATA ديسك يعني IDE. فبجي بعمل انا شو اول شيء create. هلا عندي طبعا بنحط اول شيء swap ما بنتسى swap partition تبديل مساحة التبديل. فانا بعمل مثلا 512 ميج ام بتحط اذا بدك جيج بتحط جي. اوكي وبعدين بكبس انتر وبقول له بدي اياها swap. اوكي تنزل swap. بعدين بقول له شو كمان كريات واحد تاني. هلا بترك الرقم زي ما هو بياخد. انا بدي اخد فايل سيستم وبدي اقلعه من سلاش تكون هي راس الشجرة. اوكي وهي كله راح يتفرمت. طيب هلا بقول له كريات او كويت انه خلصت. اذا بدك في الديفولت بتاخدهم زي ما هن هو بيعمل لك اني بس على اي حال مش محبدة يعني انا زي ما شايف. لازم كويت. هلا شو بجي بعمل انا بنقي تحت بنزل بالاشارة وبقول له بدي يوزر. اوكي وبعدين هون اذا بدك الدوكيومنتيشنز انا ما بدي الدوكيومنتيشنز. اوكي يعني بدك وثائق الدليل. اوكي وبعدين بجي بقول له انا would you like to install the FreeBSD ports. ايه بنخلي البورتس عشان يجيب لي البرامج اللي هي اكتر اللي هي جاي يعني ملبقة ومزبطة للفري بي اس دي. اوكي اللي هي البرامج اللي فيك مثلا بتلاقيها بلينكس نفسها بتلاقيها بويندوز نفسها بتلاقيها بأي طريقة للأوبن سورس. اوكي
اللي هي مثلا مثل جنوم وكي دي اي، فيك تجيبهم تحطهم على فري بي اس دي او لينكس او ماكنتوش او اللي بدك اياه. بكبس يس اوكي، وبكبس كمان اكزت، بطلع الاكزت وبكبس. هلا بقول له انا من وين بدي انزلهم، انا عندي اياهم على السي دي، فبقول له على السي دي. لو على الانترنت بتنقي له اوكي، لو عندك على يو اس بي كمان بياخذ من يو اس بي. بكبس هذا، هلا بقول له خلص، انا بقول لي انت بدك خلص، بدك تنهي، بدك تكمل ما بدون ما بدون رجعه، بقول له ايه، بضل ناطر بس بخلص لحتى لي ينزل النظام. اوكي هلا هو عم بينزل كل الملفات الرئيسية الأساسية للنظام. اوكي اوكي. هلا نحكي بس اكثر كمان عن البورتس، هي انه مثلا بتصير عندك طريقه مثل ما اللي عنده باللينكس بصير عنده الاي بي تي اللي ينزل فيها برامج او اليوم مثلا، تقريبا البورتس هي نفس الشيء. فري بي اس دي كثير بيعتمد على الفيدورا اوكي، انه ينزل برامج من اللينكس ويظبطها. وبعدين راح ننزل لاحقا شيء بنسميه لينكس بيس، هذا بخليني اشغل برامج لينكس مثلا مثل سكايب مثلا ما بيشتغل على الا على لينكس، فبنزل له ايميوليتر لينكس اوكي، بتصير بتركب مع الفري بي اس دي وبصير يشغل برامج لينكس عليها اوكي. من حسنات الفري بي اس دي انه الفري بي اس دي بيكون سريع خفيف، ما بتحس بتقل بالجهاز. وبعدين كتير مستحب للويب سيرفرز من خفيته، للي بده يخدم صفحات ويب، اباتشي وما اباتشي وهيك اشياء. طبعا هو مثلا مش قوي بالنتوركينج بقدر اللينكس اوكي، مع انه عنده كل شيء ما عند اللينكس، بس بضل لينكس مرات احسن حسب ما بيقول البعض. طبعا مش انا لان انا ما جربت البي اس دي كتير، انا بس عم دلكم كيف ينزل. وبعدين كمان للتعريف اكتر بالبي اس دي، بي اس دي هي هو النظام اللي مطورينه او زايدين عليه جامعة بيركلي بامريكا. هلا هون بقول لك انت نزلت السيستم وانت خلص يور دون، انت خلصت اوكي. وعم بقول لك بالاخر انه اذا حابب ترجع مرة تانية تنزل اي اشي او تعمل كونفيجريشن، فيك تستخدم كوماند اسمه sys install اوكي، وحاطط الباث قدامها عندك على سكرين سلاش يو اس ار سلاش اس بن سلاش انستول، نكبس انتر. هلا بقول لك عندك كارت نتورك،
نقول له ايه عندي. هلا انا بقول له عندي اول وحده اوكي، بدك الاي بي فيرجن 6، انا بدي احط العنوان اي بي فيرجن 6، انا بدي دي اس بي اي، نقول له do you want to try دي اس بي configuration، نقول له ايه، هو راح يدور لي اي بي، لا اي بي طبعا من الراوتر تبعي اوكي. طبعا بال في ام وير بتحطه النتورك موصول على اساس انه بريدج اوكي. هاي بس عشان نورجي كيف، شوف ان شاء الله تكون مبين اوكي. هاي نتورك ادابتر، في بريدج بتحطها بريدج هون اوكي، بتقول له ريبليكيت فيزيكال نتورك كونكشن ستيت، خليها تصير مثل ما حاله النتورك كارد، اذا مطفيه مطفيه واذا شغاله شغاله. هلا بنعطي الاسم فري بي اس دي، انا راح احط اسم الكمبيوتر هيك وراح اكبس اوكي. بدك اياه كنتورك جيت واي، يعني بدك تعمل ناتنج عليه، بدك تعمل مشاركة خط، انا ما بدي. وبدك تظبط نتورك سيرفيسز عليه اذا بروفايدز، قول له لا ما بدي. بدك تخلي اس اس اش يمشي على الجهاز، انه تصير احسن لك اذا دائما بتخلي الاس اس اش شغال. كذا مرة لينكس بيعلق عندي، هو ما بيعلق، هو بيكون بس الاكس ويندوز علق وما صار تجاوب الماوس معي، بس هو بضله شغال اكس ويندوز بس الماوس ما عاد يتجاوب. فعلى هالحالة بفوت من كمبيوتر تاني اذا متوافر، اي كمبيوتر صغير فيك تفوت عليه، لو جبت لابتوب صغير اوكي، او حتى على التليفون بتفوت عليه وبتطفي البرنامج اللي بدك اياه. طبعا التليفون فيه نتورك كارد وايرلس اوكي. وبعدين بنفوت بنقول له يس بدي، بديش انا انيمس اف تي بي، يعني ما بدي يكون عامل كمبيوتر اف تي بي سيرفر مفتوح بابليك للعامه اوكي. وبديش انا مثلا اكون انا في السيرفر، يعني ما بدي اعمل مشاركه لملفات، وما بدي يكون كلاينت كمان للانفاس، يعني مشاركه ملفات طريقه اليونكس اوكي. وبدك تظبط السيستم كونسول سيتنجز، لا ما بدي العب بالخط وهيك اوكي، تبع الشكل تبع الفونت تبع الشاشه على الكونسول على الريل تيرمينال على الطرفيه الحقيقيه. وبعدين بدك تظبط الساعه، فبنقول له يس، بنقول له ايه بدي اوكي. اذا ما بتعرف بقول لك نو، انا ما بعرف، انا بحط نو وبنقي دائما البلد تبعي. فمثلا عندي ايجيا لبنان، بنقول له does the abbreviation look reasonable، انا لازم اقول له يس اوكي، انا من حيث انا لازم اقول له يس. وعنده هالجهاز ماوس بنقول له ايه يس، بنقول له انيبل، بيعمل لك اختبار لها وبشغلها، راح تشوف الماوس اشتغلت. ما دام هيك بتقول له خلص اوكي. هلا هي بتروح تطفي لانه بجرب تست اوكي. وبعدين بتقول له اكزت اوكي. هلا بقول لك بدك تعمل براوز ذا كولكشنز ناو، نحن مش هلا رح نعملها، رح نعملها بعدين. فبنقول له نو بعد الريبوت اوكي. هلا بدك بسألك، هل بدك تحط انت يوزر، بدك تحط مستخدم على الجهاز، اسم مستخدم وتظبط الباسورد تبع الادمنستراتور، فبنقول له يس اوكي. بنقول له يوزر من الو ياتو، انا راح اسميه يوزر، راح احط له باسورد هي اللي هي اوكي. اذا حبيت تحط اسم كامل، يعني مثلا مين هو صاحب هذا اليوزر وهيك، تقول له باي جروبس بينزل. وبعدين راح نغير له الشل، نحط له اياها سلاش يو اس ار، لانه الباش لازم بدنا اياه، سلاش يو اس ار سلاش بن سلاش او سلاش لوكال سلاش بن سلاش باش اوكي. والهوم دايركتوري مطرح معها هي محطوطه اوكي. هلا يوزد اني واي، نحن ايه بدنا اياها على اي حال، لانه راح ننزلها بعدين اوكي. وبعدين بنقول له اكزت، اذا بدك تزيد جروب جديده فيك تحط مجموعه جديده لمستخدمين، حط له اكزت. هلا هون بقول لك بدك تحط الادمنستريتور باسورد اللي هو الروت سيستم مانجر مدير النظام، قول له يس، راح احط له باسورد
هلا اذا حابب ترجع تشوف شو في بدك تعمل اخر شيء، بدك تعدل ما تعدل، اوكي هذا الشيء برجع لك. انا ما بدي اعمل شيء، بقول له نو وراح اعمل اكزت. اوكي وبعدين بنقول له يس بدي اعمل ريستارت. تمام. هلا كفي ام وير انا راح اطفي راح اغير الديسك. اوكي راح اغير الديسك على ديسك تاني عشان اشيل الديسك تبعتي. اوكي نعمل ديسكونكت. يس مهم انه انا بدي السي دي ينقام. بقول له هيك بعدين بيشور ريموف ذا ميديا. بقول لك انه لا تاكد انك شلت الديسك. شلنا على الديسك. هاي هي البوت مانجر تبع فري بي اس دي اللي مثل ما شايفينه هون. اذا بكبس اف 1 بيعمل تقليعة من الفري بي اس دي، اذا بكبس اف 6 من الكيبورد اوكي بيقلع عن النتورك، بيعمل بوت من النتورك. اوكي بكبس انتر وبنطر. هاي الكيرنل عم بلقط لي كل القصص تبعي الجهاز عندي. هلا الشل المفسر الشل الافتراضي اوكي هو هلا عم بيقلع لي الاس اس اتش. اوكي سكيور شل مفسر الشل الافتراضي هو السي شل. اوكي فاحنا راح نغيره. نفوت روت. اوكي بكتب عشان نفوت نزل برامج بكتب سيس انستول. طبعا انا عندي في مشكلة بعد لانه بدي ارجع الدي في دي. بدي احط هيدا واقول له انه كونكتد موصول ورجع الدي في دي. اوكي هلا هيك رجعنا الدي في دي ليشتغل والسيس انستول راح ينزل لي البرامج اللي بدي اياها. بروح وين؟ على كونفيجر، على كونفيجر بوست انستول بعد الانستوليشن زي ما كان كاتب. وبعدين بكتب على بروح على باكجز بنقي من السي دي لان انا من السي دي. هلا بيطلع لي كل البرامج اللي هي يعني بتلاقيها دائما موجوده. اوكي مش من ال يعني بورتس هيدي كلها اغلبها. بلقي اول شيء للينكس كومباتيبلتي بعمل هيك وبعلم على هاي. اوكي زرت دب بقلب بين الزرار وبعدين بنزل لتحت. خلينا نشوف البورتس مانجمنت. اوكي بعدين هول بورتس تولز بعدين نحكي عنهم. بعدين بنجي على الشيلز اهم شيء الشيلز وبنقي باش وبكبس اوكي تاب بعدين اوكي مبدئيا. وبعدين بنبقى نحكي عن الاكس ويندوز كيف نزل اكس ويندوز على بي اس دي. هيك بكون مبدئيا نزل فري بي اس دي. باجي بعمل انستول. اوكي ونعمل انستول وننطر. اوكي
هيك تقريبا بنكون قربنا البي اس دي شوي من اللي متعود على لينكس. اوكي شغلة ما بتاخذ كثير وقت. اوكي عندي مشكلة بهالباكج ما بعرف شو السبب. على اي حال باجي انا بظهر اوكي مهم نزل البي اس دي الباش وبعدين بعمل اكزت بقول لك بشورت ريموف ميديا مش مشكلة. هلا باجي انا شو بعمل سيستم بعمل سي اتش او شي وير از باش بتاكد انه باش نزل فبقول لي الباث تبعه محله اوكي يو اس ار لوكال بن باش. باجي بعمل شو سي اتش باس اوكي ماينس اس باش اوكي هيك حاف بتصير للروت اوكي او خلينا نكتبها روت بغير الروت وبنحط مثلا احنا عملنا واحد تاني اسمه يوزر بغير له كمان الشل تبعه. هلا لما اظهر مرة تانية اخرج من هذا من الاكونت بس افوت روت بفوت لي باش واذا فوت باليوزر كمان باش اوكي بيكون نزل هيك عندي. هيك بننهي كل القضية عن تنزيل فري بي اس دي. وشكرا.